الإفكت أوف سايت أوف إنفكشن أون أنتيمايكروبيال ثيرابي. طبعا احنا المفروض يكون عندنا adequate level of an antibiotic must reach to the site of infection for the invading organism to be effectively eradicated. حتى نقتل البكتيريا او الانتيميكروبيال ايجنت لازم يكون عندنا adequate concentration of the antibiotic at the site of infection. فهنا حيأثر عندنا عامل الديستريبيوشن. طبعا كل الفاكتورات اللي تأثر على الديستريبيوشن مال الدراج هي ممكن انه تأثر على الريتش اوف ذا انتيبايتيك ات ذا سايت اوف انفكشن. يعني مثلا على سبيل المثال اذا كان الدراج بي هاي بايندينج افينيتي تو ذا بلازما بروتين فبالتالي وجوده بالسايت اوف انفكشن حيكون اقل، لكن الفتره مال الهاف لايف مالته حتكون اكثر. ايضا من الفاكتورات المهمه هي الكابيلاري permeability. فالكابيلاريز بصورة عامة لها varying degree of the permeability to carry the drug to the natural tissues. فدائما هذه natural barriers مال الكابيلاريز تتكون نتيجة slit junctions حسب طبيعة slit junctions اللي هي slits أو الفتحات اللي موجودة بالإندوثيليوم. لأنه إحنا مثل ما نعرف الكابيلاري هي عبارة عن natural barriers for the drug delivery واللي هي تتحكم بعبور الدراجز. فتنقسم الكابيلاريز إلى أنواع. قد تكون مثلا عندي sinusoidal capillaries اللي سلت مالتها يكون كبير، يعني endothelial cells ما تكون tightly packed together، يعني there is no tight junction between them، اكو slits بيناتهم. هذه السلتس او الفتحات تسمح بمرور المواد من خلالها. دائما تكون هذه السلتس كبيره في بعض الاورجانز مثلا الليفر او السبلين، وتكون اصغر في بقيه اجزاء الجسم. مثلا عندنا بالبرين الكابيلاريز تكون tightly packed or there is a tight junction between them. فهنا نشوف مثلا two endothelial cells, two adjoining cells merge together. فهذا حيؤدي إلى تكوين فت physical barrier أو يسوينا فت continuous wall that prevent entry of substances through which. يعني مثلا نشوف بهذا الكابيلاري أنه المواد ممكن تعبر من خلال السلت، تروح من البلود إلى التشيوز. فهنا نشوف أكو fenestrations that allow the drugs to pass between the blood and the interstitium. هذه الفينستريشنز تسمح بمرور الدراج من خلال الجانكشنز. يعني هسه هذا الكابيلاري اكو بهذا البرتقالي هو البيسمنت ممبرين مال الكابيلاري وهذا الاندوثيليوم. يعني بحالات الفينستريتد كابيلاري او السينيوسويدال كابيلاريز الاندوثيليال سيلز ما تكون تايتلي باكت وذ ايتش اذر، لا تكون اكو فديسلتس بيناتهم تسمح بمرور المواد. لكن بالبرين مثلا الاندوثيليال سيلز هنا هم عندي بيسمنت ممبرين basement membrane وهنا عندي ال basement membrane وهنا عندي ال endothelial cells. نشوف إنه ال endothelial cells are tightly packed together. هذا tight packing together حيؤدي إلى تكوين فت continuous wall أو فت physical barrier prevent entry of the drugs through it. فلهذا الدرج اللي حتى يعبر من خلال blood brain barrier لازم يعبر من خلال ال endothelium، فمعناته لازم يعبر من خلال lipid layers. بينما بال fenestrated capillaries مثلا بالليفر الدرج ما يحتاج يعبر من خلال الاندوثيليوم، هو يعبر من خلال السلت ويروح الى التشوز. فلهذا تشوف الهيدروفيليك دراكس ممكن انه تعبر من خلال الفينستريتد كابيلاريز لكن تكون غير قادره على العبور من خلال البلود برين بارير. فمن نجي للانتيبايوتكس، الانتيبايوتكس لازم يكون لايبوفيليك حتى يعبر من خلال البلود برين بارير. مو فقط بالبلود برين بارير، هذا الكابيلاري النون فينستريتد كابيلاريز موجوده بالبرين وموجوده بالتستس placenta and vitreous body of the eyes and the central nervous system. إذن المكانات اللي تكون structures of the capillaries that have no fenestria أو واللي يكون الكابيلاري هو عبارة عن natural barriers for the drugs and prevent their entry موجودة بعدة مكانات منها البروستات. فلهذا لما تجي تختار drug يشتغل على prostatitis لازم يكون lipophilic. التستس كذلك إذا عندك مثلا حالة orchitis اللي هو inflammation of the testis فلازم يكون drug lipophilic حتى يعبر.
البلاسنتا حتى يعبر الدراج من خلال البلاسنتا ايضا هذا يكون لازم لايبوفيليك. فمثلا اكثر الهيدروفيليك دراجز صعب انه تعبر للفيتس او البلاسنتا، فمثلا البنسلينز بما انه هي هيدروفيليك وما عندها اي وسيله للعبور عن طريق البلاسنتا، فلهذا شويه تكون سيفتي مالتها اعلى بالنسبه للبريجننت وومن. ايضا عندنا الفيتروس بودي اوف ذا اي، الفيتروس بودي اوف ذا اي ايضا ما ممكن انه يخترق الا عن طريق اللايبوفيليك دراج او السنترال نيرفوس سيستم. Of particular significance هي capillaries of the brain which help to create the blood-brain barrier. طبعا هذا صح عندنا capillaries تكون non-fenestrated بعض الأورغانس مثلا البروستات والتستس والآيز والبلاسنتا والبرين، لكن أهم مكان أنه هذا التايت جنكشن، أهم مكان أنه بهذا التايت جنكشن هو البرين واللي يشكل لنا blood-brain barrier. هذا البارير it is formed by the single layer of endothelial cells that form tight junction between them. هذا التايت جنكشن حيؤدي الى تكوين continuous wall that prevent entry of the hydrophilic drug into the tissues, and the drug need to be more lipophilic حتى يعبر الا اذا يكون more lipophilic ويكون small molecules يلا يقدر يعبر. فمثلا هنا نشوف البرميابيليتي بالبرين كابيلاري اذا كان عندي charged drug او charged ions فما ممكن انه يعبر البلود برين بارير، لكن اذا كان عندي ليبيد سوليبل دراجز ممكن انه تعبر البلود برين بارير او حتى يعبر الدراج الى البلود برين بارير او يعبر الى الجهه الثانيه، مرات يحتاج الى كارير ميديتد ترانسبورت. ومثل ما تعرف انه الكاريرز دائما تكون سيلكتيف، يعني ما تكون تكون سبيسيفيك، تكون سيلكتيف فور سيرتن تايبس اوف دراجز، فلهذا ليميتد نمبر اوف دراجز كان كروز ذا بلود برين بارير باي كاريرز، لكن الاكثر الدراجز لازم تكون لايبوفيليك حتى تعبر البلود برين بارير، لانه البلود برين بارير الكابيلاريز مالته ما بيها اي سليت جنكشن تسمح بمرور المواد. فبالنسبه للكابيلاري بيرميابيليتي، احنا الكابيلاري بيرميابيليتي احنا مثل ما قلنا انه تعتمد على الكابيلاري ستراكشر. هذا الكابيلاري ستراكشر ببيسمنت ممبرين اللي هو موضح بالبرتقالي وباندوثيليال سيلز. اكو فينستريتد كابيلاريز اللي تحتوي على سليتس بين الاندوثيليال سيلز واللي تسمح بمرور وخروج المواد، واكو لا تكون اكو تايت جنكشن بين الاندوثيليوم بحيث يؤدي الى تكوين كونتينوس وول وما يسمح بمرور المواد من خلاله. عندنا هنا in the brain the capillary structure يكون continuous وما بي slit junction، فلهذا الدراج the drug that enter the brain must pass through the endothelial cells of the CNS، أما أن يعبر من خلال endothelial cells on the CNS أو يحتاج إلى أنه يدخل عن طريق عملية active transport. فإذا كان مثلا هو ionized drugs فيحتاج إلى أنه يدخل عن طريق عملية الأكتيف ترانسبورت، وهذا طبعا يكون الأكتيف ترانسبورت is found only for the limited number of drugs. Thank you very much.